السلام عليكم اخواني اخواتي كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو الا قلت بان هذه الوصفه محضره بدون دقيق مصنع يعني فقط بانواع ديال الدقيق اللي كلكم عندكم في البيت ديالكم فعشاق لي بيني الا بغيتوا تعرفوا الوصفه وطريقه التحضير بقاو معايا لنهايه الفيديو وكنتمنى لكم فرجه ممتعه بالنسبه للمكونات غادي نخليهم لكم بالجرام بالنسبه للاشخاص اللي كيبغيو هكا المكونات بالتدقيق فبسم الله على بركه الله بالنسبه لاول مكون فغادي نحتاجو للزبده انا استعملت المارغرين سون غلوتين واحد غرام ديال الزبده 90 غرام ديال الحليب ما يعادل واحد نصف كاس ديال العنبه وعندي هنايا بياض بيضه واحده ما يعادل واحد 30 غرام عندي هنايا ملعقه صغيره غير ممتلئه من خميره الخبز وعندي 30 غرام ديال السكر حبيبات ايضا عندي خمسة غرام ديال لاكوم دو دي ما يعادل واحد الملعقه صغيره ممتلئه هذه هي النوعيه المستعمله متوفره في المحلات اللي كيبيعوا المنتوجات بدون جلوتين عندي هنا 30 غرام ديال دقيق الشوفان تقدروا تعوضوه بدقيق الارز عندي 90 غرام ديال نشا الذره و30 غرام ديال نشا البطاطس وعندي هنايا القليل من الملح بالنسبه للمكونات الجافه فغادي نبدا بهم هما غادي نوضعهم جميعا في اناء واحد كما قلت لكم بالنسبه لدقيق الشوفان اللي ما عندوش يعوضوا بدقيق الارز غادي نخلطوا المكونات الجافه ونضيفوا القليل من الملح لتعديل الذوق ومن بعد غنضيفوا هذيك البياض ديال البيض وسنضيف ايضا الحليب ما يعادل حد نصف كاس ممتلئ وعندي المارغارين واحد 30 غرام ما يعادل واحد الملعقة كبيرة ديال الزبدة ممتلئة انا خدمت بهاد الباتور او هاد اللي اللي كيكونوا في الميكسور تقدرو تخدموا العجين فقط باليد ديالكم خدموه واحد العشرة دقائق حتى كيطلق لينا هذاك بحال لاكول يعني كنخرجوا منه بحل الشكل ديال الجلوتين وحنايا كنعجنوا هنايا شديت العجين ديالي وعبرته في الميزان وقسمته الى ستة اجزاء باش يجيوني ست وحدات متساوية الحجم درت هنا ستة الكويرات ضروري ما ديروا يديكم فيها الزيت النباتي دهنوها مزيان وبعد ذلك تشكلوا الكويرات ديالكم باش تحصلوا على سطح املس ديال العجين ديالكم ما تحصلوش على سطح اللي كيتشقق انا هنا درت البابي كويسون تحت كل وحده كما كتلاحظوا باش في القلي ديالهم يعني ما تخسرش لي الحجم ديالهم وهنايا كنحاول نبسطهم قليلا والسمك ديالهم خصو يكون واحد واحد سنتيمتر على الاقل وغادي نخليهم يختمروا تضاعف الحجم ديالهم الى ضعفين عاد غادي نبداو نقليوهم في هذه الاثناء انا راه كنوجد لا كريم باتيسيير اللي حضرتها منزليه مهم اللي بغى الوصفه ديالها راه غادي نخليها ليه في صندوق الوصف غير يقولها لي في التعاليق هنايا كناخذو بعد ما اختمروا لينا كناخذو الزيت وهنايا كنتفقدو بواحد العود او واحد الكوردون الى هكا دار ليا فقاعات فكنعرف بان الزيت ديالي سخن وهنايا كندير البيني ديالي بهذا الشكل هذا كنخليه يعني حتى كياخذ اللون الذهبي من التحت وكينتفخ وكنحاول نقلبو على الجهه الاخرى كل شيء موضح لكم في الفيديو هذاك البابي وخا كتقيسوه بيديكم فما كتحرقوش يعني كيكون بارد عادي الى زولتوه بيديكم وزولوه بواحد الاله كتكون عندكم اي واحد على حسب هذاك المقبط اللي كيكون عندكم وكنستمروا على هذا الشكل حتى كنكملوا لي بيني ديالنا كما لاحظتوا هذا هو الشكل ديالهم بعد ما آه طهيتهم كاملين كيجيو ما شاء الله كلهم منفوخين يعني ما كتجي حتى وحده اللي كتجي مفشوشه كيجي في نفس الوقت كيجي رطب بزاف كتخليه حتى كيفقد الحراره ديالو واحد عشرة دقائق هكاك عاد كتشكل واحد الثقب في الوسط ديالو وكتحشيه باي حاجه انا حشيتو بلا كريم باتيسير اللي درتها منزليه نتوما تقدروا تحشيو يا بلا كريم باتيسير يعني اللي ديال ايديا اللي كتباع في الاسواق او ديروا فيه المربى او الشوكولاته ديال الدهن كيبقى لكم الاختيار رشيتهم هنا بالقليل من السكر الثقيل فقط باش يعطي داك لو شارم ديال لي بيني وهكا كيكون الشكل ديالهم كيجيو رائعين قطنيين بالنسبه ليا انا فحضرت فقط هذه الكميه هذه لانني فقط بوحدي في الدار لي سيلياك يعني ما كنديرش كميه كبيره الا انتم بغيتوا تحضرو يعني كميه اكبر فاكيد غادي تضاعفوا المقادير بالنسبه للاشخاص اللي ما على الميزان فانا غادي نكتب لكم في صندوق الوصف تقريبا شحال كيساوي المقدار ديال كل مكون على حيدة كما كتلاحظوا كيفاش كيجيو مفشفشين من الداخل وكيجيو هكا خاوين ومليئين بالكريمة كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وايضا تجربوه في البيوت ديالكم نلتقي في فيديوهات اخرى خاليه من الجلوتين واذا عجبكم مثل هذه الوصفات اللي هما اقتصاديين بدون دقيق مصنع فكتبوها لي اسفل صندوق الوصف ان شاء الله وغادي نلبي طلباتكم جميعا الى اللقاء ولا تنسوا دائما نصيحتنا في حميتنا